ألف ألف مبروك يا طنط، عقبال ما تشوفي ولادهم. لا يا حبيبتي خلاص بقى، أنا كده خلصت رسالتي. ما تقوليش كده، بعد الشر عليكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. جان كنت عايزاكي. اه قوي قوي، هستأذنكم يا بنات بس عشان اقعد مع حماتي. طبعا. ايه حماتي دي؟ بيئة قوي. قولي لها بقى يا بنتي انا مش حماتك، انا زي امك. يلا يلا اذنكم خرجونا. الست دي شكلها طيبة قوي. بس جان ايه مش هتخص؟ حرام عليها، ما هو ابنها الوحيد اكيد متعلقة بيه برضه. صح ابنها. بس جايز تكون مريضة بيه؟ ما اعتقدش، شكلها ست عقلة جدا يا فندم. وليه مفيش رقص وهيصة كده؟ مش عارفة. كنت عايزة أتكلم معاكي من فترة كبيرة، بس للأسف ما كانش في وقت. أنت عارفة بقى يا طنط، العفش والديكور والحاجات، كل الحاجات دي بتاخد وقت طبعًا. آه يا حبيبتي أنا عارفة طبعًا. عايزة أقول لك يا جان إنه عماد فعلًا بيحبك. ده ابني وأنا عارفاه كويس. أنت واخدة راجل بجد. هتعرفي كلامي ده مع العشرة. أنت كل حاجة في حياته. لا ما انا عارفه، عارفه ان عماد بيحبني كويس، ومتاكده كمان انه هيكون مبسوط معايا. ان شاء الله يا حبيبتي. انا عشان كده بقى هتكلم معاكي بصراحه. اتفضل. لاني بعتبرك زي عماد بالظبط. انا حاسه يا جاني ان انت حاطه حاجز ما بيني وما بينك. ما اعرفش بتعامليني رسمي قوي، وبعدين مش بنتكلم مع بعض زي اي اتنين. يعني كنت بقول كده احتمال يوم من الايام الحجز ده يتكسر ونتكلم مع بعض، بس للاسف ده ما حصلش. علشان كده قررت النهارده اني اتكلم معاكي واكسر الحجز ده بايديا. انا عايزه افهمك ان انا زي امك، يعني لو عماد عمل لك اي حاجه او ضايقك، وطبعا ده مش هيحصل وانا متاكده، تكلميني على طول وتيجي تقعدي معايا. انت عارفه ان انا ما عنديش بنات، وانت زي بنتي بالظبط. هو في حاجه يا طنط؟ يعني أنا من ساعة ما عرفت عماد في حاجة مضايقة حضرتك؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجة. طيب يبقى أنا صح بقى. بص يا طنط، كتر الكلام بيعمل مشاكل كتير قوي، علشان كده أنا حابة إن يبقى ده شكل العلاقة بيني وبين حضرتك. وفي سبب تاني، لحضرتك عمرك هتكوني أمي ولا أنا عمري هكون بنتك. ليه كده يا حبيبتي؟ علشان دي الحقيقة، عماد مش هيبقى زي أمجد عند بابا وماما. بعدين أنا مش هكدب عليكي ومش هقولك كلام مش حقيقي، أنا مش هتدخل أبداً في العلاقة بينك وبين عماد خالص، ماليش دعوة بالموضوع ده خالص. بس اللي حضرتك لازم تستوعبيه إن عماد حياته اتغيرت، يعني هو داخل على جواز، مش هيبقى فضيلك على طول، حياته هتتغير زي بالظبط أنا كمان حياتي هتتغير. مش فاهمة، ما تفهميني أكتر. لا هو في الحقيقة كده أنا مش هقدر أفهمك، تهيألي الأيام كفيلة إنها تفهم حضرتك. انت شايفه كده؟ طبعا اكيد. معلش سوري طنط، عشان انا صاحباتي كده سايباهم لوحدهم. على اذنك بيت بيتك. بس برضو ما ينفعش كده. خلاص يا مامي تعالي. مش بيقولوا برضه عندنا في الإسلام نغض البصر يا شيخ سيف؟ ايه غض البصر يعني؟ بعدين قلت لك من الأول أنا مش عايز أنزل، أنت اللي أصريتي إن احنا نيجي. مفيش حاجة يعني، أنا ما زعلتش. أنا بس بقى زعلت. أنا ابتديت أتضايق من طريقتك دي. أنا عايزة أروح. يلا.
يا ماما يا امي يا امي انت هنا جميل عامل ايه؟ تخيلي العيال النهارده سهروني في كباريه. انبسطت يا حبيبي؟ يعني انت عملت ايه في ليله الحنه؟ مالك؟ يا ماما انا مش هسيبك. انا ماليش غيرك. يا امي انا هفضل جنبك على طول. انا مش هحضر فرحك يا عمو. ليه؟ مش هحضر فرحك يا عمو. مش هقدر احضر فرحك يا عمو. مش هقدر افرحك. مش هقدر فرحك يا عمو. خلاص انا حضر ولا مش حضر كيف؟ على فكرة أنا كنت بتفرج على درس دين. درس حلو جدا، يعني لازم تشوفيه. ما سألتكش كنت بتعمل إيه؟ أنت هتعملي إيه النهاردة؟ ولا حاجة. عندي كم مشوار وطلع بعد كده على الجاليري. يا ريت تسيب لي فلوس قبل ما تمشي. لعبتي الفلوس في الدرج، خدي اللي أنت عايزاه. أنا صاحب فكرة إن إحنا نتقابل الصبح. يعني أنا بشوف إن الواحد الصبح بيبقى ذهنه أحسن ويقدر يفكر أفضل. ولا إيه يا زين؟ زين